تفاصيل سلسلة الفلوكاء في شهر رمضان. ستعرض القناة الأولى خلال شهر رمضان السلسلة الكوميدية الفلوكاء من إخراج إلهام العلمي وتشخيص الممثلين محمد باسو وحسن فلان وفضيلة بن موسى. وتدور أحداث سلسلة الفلوكاء حول أسرة على غرار باقي الأسر المغربية يمتلك ربها مركبا يستغله في نقل الركاب والعبور بهم وادي أبي رقراق. ومن خلال هذه الرحلات يكتشف المشاهد عددا من الروايات المختلفة على امتداد 30 حلقة من السلسلة. وسيتابع المشاهد المغربي مغامرات شاب البشير الذي يعيش بين أب بخيل وأم جشعة ولا يمتلك سوى حلم واحد يتلخص في شراء مركب يجعله مطعما متنقلا.